الآن إلى عملية التصويت. المادة الأولى، هذه المادة تتضمن عددا من المواد والتي سنستعرضها للتصويت تباعا. أعرض المادة الأولى للتصويت. الموافقون بالإجماع. المادة 10 بالإجماع. المادة 24 بالإجماع. أعرض المادة 31 بالإجماع. المادة 38 بالإجماع. المادة 40. أعرض المادة الأولى من مشروع القانون للتصويت بالإجماع. المادة الثانية، هذه المادة تتضمن كذلك عددا من المواد. أعرض المادة 17 للتصويت بالإجماع. المادة 18. المادة 30 بالإجماع. أعرض المادة الثانية من مشروع القانون للتصويت بالإجماع. المادة الثالثة، أعرض المادة 7 المكرر للتصويت بالإجماع. أعرض المادة 8 المكرر بالتصويت بالإجماع. المادة 9 المكرر بالتصويت إجماع. المادة 10 حتى هي المكررة. 13 كذلك مكررة. 13 مكررة مرتين بالإجماع. أعرض المادة 22 المكررة بالإجماع. المادة 29 المكررة بالإجماع. المادة 36 المكررة بالإجماع. 37 المكررة بالإجماع. أعرض المادة الثالثة من مشروع القانون للتصويت بالإجماع. أعرض المادة الرابعة للتصويت بالإجماع. أعرض مشروع القانون برمته للتصويت بالإجماع. صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 5501 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 24/96 المتعلق بالبريد والمواصلات.